طبعا. ومن ضمن فقرة الموضة والأزياء عباءات نسائية، عباءات نسائية بشعارات الأندية استعدادا لتزيين الملاعب بعد ما سمحوا طبعا قرار بدخول السيدات إلى الملاعب وتشجيعهم للأندية المفضلة لديهم. في كثير من المحلات الأقمشة قررت أنها تنزل عباءات نسائية بشعارات للأندية. طبعا من المعروف أنه هذا النوع من المبادرة راح ينعش سوق الأقمشة إلى ما يزيد 30% والعبايات. أنا ما أعرف إيش الفريق اللي حتشجعيه، لكن أنا أعتبر هذا نوع من أنواع العنصرية في أو التعصب الرياضي. أنا أفضل على العباية السوداء بصراحة. خليك على السوداء. طبعا وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذ وليد العماري، عضو لجنة الأقمشة بالغرفة التجارية. أهلا بك. أهلا وسهلا، وسعيد بسماعكم والمشاركة معكم في هذا البرنامج. حياك الله. طبعا زي ما كنا بنقول انه هذه فرصه انه نعمل نوع من انواع النشاط في التجاره، خصوصا في موضوع العبايات والاقمشه. فبالتالي بما انه حاليا السيدات راح يدخلوا للملاعب، اذا نبتكر شيء جديد ونطلع العبايات بما يتناسب مع الانديه، صحيح؟ مضبوط. طيب يعني حنشوف استاذ وليد عبايه مثلا صفراء، عبايه زرقاء، عبايه اتحاديه، اصفر باسود، يعني الوان الفرق والانديه يعني حتصير خلاص وتنتهي العبايه السوداء. قالت انا احب العبايه السوداء، عرفنا ميولك. شبابيه. يعني ما احب ادخل انا في النقاشات دي، بس ممكن اقول انه احنا نكون اتحاديه، يعني حكون راي الاتحاديه كلها. قلنا خلاص واضح. هي عموما هي الفكره انه مش فقط في العبايات، هي برضو في الطرح. واحنا عاده الفكره انه ما نستخدم شعار النادي، لانه شعار النادي هذا يعتبر ماركه مسجله، وما يحق لنا انه نعملها في العبايه او في الطرحه الا بموافقه النادي ويكون تحت اشتراطاتهم طبعا. احنا النظره اللي اتجهنا لها انه نبغى نوفر لمتطلبات المراه، متطلبات السوق، خصوصا بعد القرار اللي نزل بدخول العوائل للملاعب. فحبينا انه نوفر هذه الالوان، وطبعا بحيث ما تكون الوان يعني شاذه في لبسها، بحيث في بعض الالوان ما تكون مناسبه للعبايه لكن تكون مناسبه انها تكون طرحه. صحيح. فركزنا على عدد من العبايات بتكون بالوان محدده، واما الطرح فالمجال فيها اوسع بكثير عن العبايات. يعني العباية موحدة بس الاختلاف في لون الطرح قصدك؟ مش موحدة. بعض الألوان تتقبلها، يعني أقول لك يمكن ما بذكر أسماء أو ألوان يتوالح يقصدوا بها فريق معين، لكن أكيد كل سيدة لو تيلة على لون معين ما أتوقع حتلبسها حتى لو كان في ملعب، لكن كطرحة ممكن تلبس أي لون، يعني المجال فيها أكبر. الحلو. العبايات ألوانها يعني متعارف عليها كالوان، يعني مثلا نقول اللون الكحلي اوكي، اللون اللحمي، اللون الاسود، اللون الرمادي. يعني راح نشوف ان شاء الله اقبال عليها استاذ وليد. متوقع كثير ان حيكون في اقبال باذن الله. وحاليا في بعضهم يعني تواصلوا معايا بعد الاعلان اللي نزلته، يعني انا ما توقعت صراحه ينتشر بالطريقه هذه. فانتشر يعني حتى على صحف عالميه او عربيه بالاصح. طبعا يعني انت هذا دليل على يعني طبعا دعمكم للقرار اللي يعني نزل من اسبوعين تقريبا. لكن خليني اسالك، تقريبا تتوقع الفئه العمريه اللي ممكن يعني تتقبل انها تلبس هذا النوع من العبايات او الطرح؟ يعني متوقع من 15 الى 30 35. نعم متوقع. متى ممكن استاذ وليد العبايات هذه تكون متوفره في الاسواق؟ والله حاليا كأقمشة متوفره، كأقمشة احنا وفرناها اوريدي موجوده، اللي هي جميع الالوان هذه اللي بتناسب الوان الانديه. عدد من المحلات العبايات بداوا يراسلوني عن طريق الواتساب، ايش رايك في الشكل هذا، ايش رايك في... فالان شغالين على قدم وساق، يعني ما حيبدا دخولهم للملاعب الا حتكون العبايات والطرح هذه متوفره قبلها باسبوعين على الاقل. طيب هل حتهتموا مثلا بانها تكون متوفره على مدار السنه او على حسب الموسم، موسم المباريات حيكون فيها ارتباط بيناتهم؟ لا على مدار السنه بالتاكيد، على مدار السنه.
لأنه الألوان ما عليها أي مشكلة. مصممات أزياء أستاذ وليد تواصلوا معك، مصممات عبايات تحديدا حابوا أنهم يتواصلوا معكم؟ مصممات يعني تقصدي؟ أي حاليا أصحاب المحلات الكبيرة هم اللي تواصلوا، لأنه بعض المحلات بتتخوف تبغى تشوف أول حاجة وضع السوق. صحيح. لكن الأسماء القوية، الأسماء اللي ضامنة نفسها في السوق، بتحاول تكون سباقة في إنها بتنزل الموديلات هذه، وهذا الشيء حصل معانا إحنا الحمد لله. إحنا كنا سباقين ويمكن أول أشخاص ذكروا هذا الشيء إحنا، يعني في نفس يوم القرار، نفس يوم القرار إحنا نزلنا إعلان الألوان متوفرة. أوكي، حلو، صارت البنت تقدر تشجع، مش بس تروح النادي، مش بس تروح سوري الملعب، لا وكمان تلبس شعار الفريق اللي هي بتشجعه بزي الرسمي بدون تعصب، بدون بزي الرسمي اشجع فريقي. طيب زي ما ذكرت في التصريح أستاذ وليد أنه طبعا هذا النوع من الطرح الجديد في السوق أنه رفع أو أنعش السوق تقريبا 30%، تتوقع أنه هل هذا الرقم في تزايد؟ حاليا ما حنقدر نقول في تزايد او نقصان، لكن هذا المتوقع له، بالتواصل العملاء اللي بيتصلوا علينا يعطينا هذه النسبه وهي نسبه تقريبيه، فهذا اللي حاصل، يعني انه في ناس بتتصل تسال، وهذا يعطيك صحيح. ايوه يعطيك شعور انه في القبول. ايوه غير الصحافه صراحه اللي يعني السوشيال ميديا انتشرت بشكل انا ما توقعته، انا ما توقعته يعني للدرجه هذه، انه المقالات اللي نزلت اللي صرحت فيها عن الاقمشه زي ما قلت لك، يعني صحف مصريه عراقيه اردنيه سعوديه يمنيه سودانيه، اتفاجأت الناس قاعده تراسلني تقول لي شوف الخبر اللي انت تكلمت عنه في الوسط، والحمد لله. جميل جميل، شكرا لك استاذ وليد العماري عضو لجنه الاقمشه بالغرفه التجاريه. يعني صراحه